سيحاول أي سباح إنقاذ متمرس تحذيرك من أكثر الظواهر جنوناً التي قد تصادف المصطافين على الشواطئ. لا نقصد أسماك القرش أو قناديل البحر السامة أو أشياء من هذا القبيل، بل تلك الظاهرة الطبيعية التي تسمى التيار الساحب. إنه تيار قوي على سطح المحيط يتدفق بسرعة بعيداً عن الشاطئ ويسحب السباحين معه. تتحرك التيارات الساحبة في المعدل بسرعة حوالي 30 إلى 60 سنتيمتر في الثانية، لكن التيارات القوية فعلاً يمكنها سحبك ناحية المحيط بسرعة ساحقة تقدر ب 2.5 متر لكل ثانية. حتى أفضل السباحين في الألعاب الأولمبية لن يقدروا على العودة إلى الشاطئ والتغلب على هكذا تيار. العديد من المصطافين في الشواطئ الذين لا يمكنهم السباحة بمهارة يفضلون البقاء في المياه حتى مستوى الخصر، لأنهم يشعرون بالأمان عندما تلامس أقدامهم قاع البحر. لكنهم ليسوا في مأمن من هذه التيارات، بما أنها قادرة على سحبك وإلقائك بعيداً عن الشاطئ. إن لم تكن بارعاً في السباحة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة. أحد أشهر الاعتقادات الشائعة عن التيارات الساحبة أنها قادرة على سحبك إلى أعماق البحر. في الواقع، لن يغرقك التيار، بل سيسحبك بعيداً عن الشاطئ. خرافة شائعة أخرى تفيد بأنك إذا علقت في تيار ساحب فسيسحبك إلى المحيط إلى الأبد ولن يجدك أي أحد. أجل، يمكن للتيار أن يسحبك بعيداً ناحية عرض البحر، لكن حتى في أسوأ الحالات لن تجد نفسك على بعد كيلومترات من الشاطئ. الغالب أنك ستكون مضطراً للسباحة لمسافة طويلة للعودة إلى الشاطئ. من الممكن أيضاً أن يرجعك التيار إلى الشاطئ من تلقاء نفسه، وهذا لأن 90% من التيارات الساحبة تتحرك في شكل دوائر عملاقة، فهي تتدفق من المياه الضحلة إلى عرض المحيط ومن ثم تعود مجدداً إلى البداية. اعتقاد شائع آخر يقول بأنك إذا لم ترى التيار الساحب فلا حاجة للقلق بشأنه، لكن يمكن لهذه الظاهرة أن تظهر من العدم. فمثلاً إن رأيت العديد من الأمواج تأتي من مختلف الاتجاهات وتصطدم ببعضها البعض، بوم، تجد نفسك الآن وسط تيار ساحب. إن كان الشاطئ الذي تسبح فيه يشتهر بتياراته الساحبة، فكن حذراً بشكل خاص. لأخذ الحيطة، يجب أن تعرف كيفية رصد التيار الساحب. يبدو غالباً كبقعة هادئة وغامقة اللون من المياه بين الأمواج. تبدو للوهلة الأولى كأنها المكان الأمثل للسباحة في مياهها، لكن لا تدع ذلك الهدوء يخدعك، لأنك قد تختار لنفسك أخطر الأماكن على الإطلاق للسباحة. السبب الرئيسي وراء عدم نجاة العديد ممن علقوا في تيارات ساحبة هو استسلامهم إلى الخوف. حينما وجدوا أنفسهم فجأة يسحبون من الشاطئ بسرعة هائلة، تملكهم الخوف، فسقطوا وهم يحاولون السباحة عكس التيار، واستنزفوا بذلك كل طاقتهم. يجب أن تحتفظ بطاقتك في مثل هذه الحالات. لا تحاول قط السباحة عكس التيار ناحية الشاطئ، حتى أضعف التيارات الساحبة تتحرك أسرع منك. لا تستهلك قوتك وطاقتك. لا تنسى رفع يديك للفت انتباه السباح المنقذ وإرسال إشارة بأنك تحتاج إلى المساعدة. وبعدها أمامك خياران، قد يلفظك التيار ناحية عرض المحيط أو يرجعك إلى مكان قريب من الشاطئ إن كان يتحرك في شكل دائري. ما أن تشعر بأن التيار لم يعد يسحبك، انتظر رجال الإنقاذ أو اسبح ناحية الشاطئ بمفردك، لكن احرص على أنك تسبح حول التيار. لن ينجح الخيار الثاني سوى إن كنت سباحاً بارعاً. إن كنت كذلك فعلاً، جرب السباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. في بعض الحالات، من الممكن أن تتحرر منه بهذه الطريقة. انتبهوا لأنفسكم يا رفاق.